بعيد عن اي حاجه، نادي الزمالك بيدفع روجيتة عدم تجديد طارق مشان بن شرقي مشان امام. مع العلم لو انت شفت المقارنات بالعقود اللي بتطلع كنت ممكن تبقى متساهل مع الناس دي في حاجات بسيطه وقعدت القوم ده، لان انت ما كنتش محتاج. انت نادي الزمالك عمل احلال وتجديد، فرقه بقى لها سنتين بتاخد دوري، فرقه خدت الكونفدراليه، فرقه لعبت نهائي افريقيا، انت مش ما كنتش محتاج تمشي الكم ده كله. اقعد وجدد. انما هي في زي ما بقول لك في حاجات غلط، في حاجات غلط في المنظومه بشكل كبير. حتى اللعيبه اللي جت الحاجات الغلط دي كلها تحملها في الليله في النهايه. طبعا هو اللي متحمل اهو، هو اللي شال الليله. حد يقدر يقول على فريق ان هو مدرب مش كويس؟ لا طبعا، ابقى مختلف معاه تماما. انما فعلا الراجل في الفتره الاخيره ممكن اكون مختلف معاه في رجوعه لتاني مره. ما ينفعش مدرب بحجم فريرا يتقال له شكرا ويرجع تاني. ودي كانت اكبر كارثه حصلت في الفتره الاخيره لنادي الزمالك عموما. ما ينفعش ان انا تكسرته الهيبه اللي كانت موجوده في شخصيته بس بالنظره، نظره عينين لعيبته، خلاص راحت. ما بقاش اللعيبه بقتش تخاف، ما بقتش تهيبه. دلوقتي زي ما بقول لك بقى اتنين مدربين فنيين، كابتن اسامه قاعد، يا فيرا قاعد، ما حدش عارف هياخد تعليماته من مين. فدي كارثه. غير كده وكده طبعا النقطه الاهم والاخطر قعد زيزو. دي عملت فعلا بلبله جوه اوضه اللبس. واخطر حاجه فرقه الكوره اوضه اللبس، لو اوضه اللبس دي ما اتحكمتش بشكل كويس زي ما بقول لك عليه العوض، كل حاجه عليه العوض.